الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة بتتصدر الترند. القبض على دلال وحق سيد ونعيم رجع من شوقي وكاري مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان. تصدرت الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الأحداث اللي حصلت خلال الحلقة 30. أبرز أحداث الحلقة الأخيرة كانت القبض على دلال ومواجهة جعفر ليها بكل جرائمها من خطف ابنه وقتل بلال شامة وقبض الشرطة عليها، كمان القبض على شوقي وكارم فتح الله بتهمة الاشتراك في قتل بلال شامة، وكمان جعفر العمدة طلق دلال. في مشهد كل المصريين تفاعلوا معاه كأنهم بيتابعوا ماتش كورة وأكنه المباراة بتاعة العودة. الذهاب كان لما سيد أخو جعفر اتضرب في وسط السيدة زينب في الحلقات الأخيرة من المسلسل، وصفصف وكل يعني زوجات جعفر كانوا في الشارع وجعفر كان في لبنان، وحصل مشاكل كتير للعيلة في غياب جعفر. النهاردة جعفر خلى سيد أخوه ياخد حقه من عيلة فتح الله، وده شهد يعني تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وكمان في الشوارع لما الناس قالت خلاص يعني جعفر بيكبر بأخوه الكبير. الحلقة شهدت كمان إعلان جعفر لكل أهالي منطقة السيدة زينب عودة ابنه سيف بعد غياب 19 سنة. توقعات كتيرة كانت خلال الحلقات 29 اللي فاتوا، أحمد داش ابن جعفر ولا مش ابن جعفر، طب هو ممكن يطلع في الآخر مش ابنه، ممكن يتقتل، ممكن يكون مجرد فخ لجعفر، ممكن يكون صديق لجعفر بيقانس بيه وحدته وانه مش مصاحب اي اصدقاء ليه من سنه ظهره في المسلسل. يعني النهاردة شفناه في الحلقة الاخيرة وهو مع ابنه مع والده جعفر العمدة، وبتقفل كده في المشهد قبل الاخير تحديدا وهم كلهم على ترابيزة واحدة وهم بيتغدوا، وصفصف يعني كانت هي اللي يعني نصيب الأسد كان ليها من المشهد ده، وهي بتحكي عن والدهم وقد إيه هو كان راجل حنين وقد إيه لسه بتحبه حتى بعد ما توفى بعشرات السنين. مسلسل جعفر العمدة من الأعمال الدرامية للشركة المتحدة في رمضان في 2023 على مدار ال 30 حلقة كان دايما متصدر قوائم الأكثر مشاهدة في الشهر الكريم، وحقق أعلى نسبة من البحث عبر موقع جوجل من الجمهور المصري وكمان العربي، بالإضافة لتصدر المسلسل ترند رقم واحد على منصة واتشيت ضمن المسلسلات الأكثر مشاهدة في مصر. خلونا نتكلم عن نجاح جعفر العمدة اللي كتبت عنه الفنانة منة فضالي وقالت: تم بحمد الله نجاح كبير، شكرا للجمهور، شكرا للمخرج العظيم والصديق محمد سامي، شكرا للنجم المحترم اللي بحبه محمد رمضان، وشكرا ميديا هب، شكرا لكل نجوم العمل، اتشرفت اني كنت ضمن هذه الكوكبة. عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي عبروا عن اعجابهم بالمسلسل، فكتب احد المتابعين: شكرا جعفر العمدة، وشكرا محمد رمضان، وشكرا محمد سامي، عشنا معاكم مشاعر الشك والألم وازاي تعدي اوجاعك، شكرا على الملحمة الدرامية، شكرا اننا عشنا رمضان حلو معاكم. وكتبت متابعة تانية: سلام لأحلى مسلسل شفته وتابعته واللي هفتقده كل يوم المغرب، سلام لأحلى عيلة والنهاية تحفة بجد. وكتب واحد تاني من المتابعين الكتير للمسلسل: آخر 30 حلقة مش كفاية يا فنان، عايزين مسلسل طول السنة. بنشكر حضراتكم جدا على طيب المتابعة، كنا معاكم في نشرة فنية من هنا تلفزيونكم تلفزيون الوطن، ومتابعين لكل أخبار و آخر تطورات وإنتاجات الشركة المتحدة من مسلسلات وأفلام. شكرا لكم.